أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. الاعتداء على الشرطة يقود إلى توقيف شخصين بسمارة. تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة وجدية كبيرة مع مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لتدخل عناصر الشرطة قصد توقيف شخصين عرض عناصر شرطة المرور لاعتداء لفظي وجسدي، بحيث فتحت بشأنه بحث أظهر أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا مصالح الأمن الوطني بمدينة سمارة. وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى قيام موظفي الشرطة يعملان بفرقة المرور بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سمارة بإعطاء إشارة التوقف لسائق دراجة نارية كان يقود بسرعة وبطريقة خطيرة بمضارة شارع الحسن الثاني بنفس المدينة، وذلك قصد إخضاعه للمراقبة الضرورية، غير أنه رفض الامتثال وقام رفقة مرافقه بتعنيف شرطي المرور وتعريضه للسب وشتم قبل أن يسفر التدخل الأمني من ضبطه ومرافقه.